عشان كده معانا الكابتن محمد مصلحي المدير الفني لرجال كره الطايره بالنادي الاهلي عشان نهنيه على هذا الانجاز. يا كابتن محمد مساء الخير عليك. مساء الفل يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الف الف مليون مبروك، انجاز كبير جدا وما كانش حد منتظر الانجاز ده او ما كانش حد مركز فيه قوي، لكن انا عايز اسال حضرتك يا كابتن محمد وانت المدير الفني الوحيد اللي كنت متولي المسؤوليه من ساعه ما جيت، هل ده كان في مخيلتك او انت كنت بتخطط انك تكسر الرقم القياسي بتاع الفريق النسائي التركي وان انت توصل لهذا الكم الكبير من الانتصارات المتتاليه؟ اولا مساء الخير عليك وعلى كل الاهلاويه. انا ما كانش في دماغي خالص في الموضوع ده، انت للامانه انا كل اللي كان في دماغي طبعا ان احنا هنبني فريق، لان احنا جيت بعد 3 سنين صعبين شويه سنه 2017. الحمد لله قدرت اجمع فريق او ارجع تاني الفريق اولاد النادي الاهلي، وده غير كده كمان يعني احط الناشئين قاعده ناشئين كويسه كويس، واشترينا طبعا مجموعه من اللعيبه المميزه جدا جدا والحمد لله قدرنا نسير بخطوات ثابته جدا من سنتين ونص تقريبا، واحنا الحمد لله ماشيين كويس. صراحه ما كانش في دماغي خالص الموضوع دوت خالص، لكن نرجع الحق لاصحابه وبمنتهى الامانه شويه شباب من صفحه العاب الصالات يعني هم اللي تابعوا الموضوع من بدايته لنهايته، وهم اللي وثقوا الكلام ده كله، ده غير كده وكمان وثقوا بطولات النادي الاهلي كلها. انا بشكرهم جدا طبعا على المجهود اللي عملوه، وللناس كتير برضو او معظم الناس ما تعرفوش ان احنا الاول عالميا على حظ الالقاب القاريه يعني. دي حقيقه. فالحمد لله طايره النادي الاهلي، انا سعيد جدا جدا باللاعبين واللي حققوه، وطبعا مجلس الاداره وكل طبعا. الناس والله ليهم دور كبير جدا جدا في الانجاز الكبير دوت اللي صعب تحقيقه لانه بيحتاج سنوات يعني. اكيد الانجاز ده هتتعاملوا معاه ازاي يا كابتن محمد؟ هل هيبقى ضغط عليكم ولا هيديكوا دافع اكبر لزياده هذا الرقم يعني؟ اولا امبارح كان الماتش اوله صعب شويه بسبب ان الضغوطات اللي كانت على اللعيبه، كنتوا عارفين ان المباراه دي هي المباراه المية لو كسبتوها. بالظبط كده، لكن الحمد لله الاولاد تعاملوا مع الماتش بخبرتهم وقدرنا نكسب 3 اشواط بعد كده. خلاص الموضوع انتهى، احنا يعني لسه ما حققناش اي حاجه السنه دي خالص، احنا قدامنا 4 بطولات ان شاء الله نفكر فيهم بقى بمنتهى الهدوء، خصوصا ان الاولاد بتوع المنتخب تم استدعاء 10 منهم. ان شاء الله بعد ما يرجعوا بقى بعد شهر ونص كده باذن الله نبتدي يعني الدور الاولاني في الدوري، وبعدين البطوله العربيه، وبعدين البطوله الافريقيه، ونرجع للدوري تاني وكاس. فهيبقى تقريبا 2 ونص حملهم عالي جدا على اللعيبه، وان شاء الله نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي. في المخطط بالنسبه لحضرتك يا كابتن محمد ان انتوا تزودوا الرقم يعني، ولا انتوا مش هتفكروا بالطريقه دي عشان ما يبقاش في ضغط عليكم وان انتوا ماشيين بالامور؟ انت الهدف دايما بالنسبه لك في النادي الاهلي انك تكسب. والله هو انا بالنسبه لي انا مش هفكر في حاجه غير ان احنا نكسب بطولات ان شاء الله. كويس. خلاص كويس. وليه لا ان احنا نزود ارقام الرقم دوت بعد المية ان شاء الله، وربنا يسهل الاولاد قادرين على كده يعني. طيب عايز اتكلم عن شكل المنافسه بقى السنه دي، واحنا عارفين في النادي الاهلي دايما ان انت خلاص كسبت حققت رقم قياسي عملت اي حاجه بتفكر في اللي جاي البطولات اللي جايه على طول، عندك 4 مباريات او 4 بطولات يا كابتن محمد، بتفكر فيهم ازاي؟ شكل المنافسه عامل ازاي في البطولات المختلفه دي؟ اولا بطوله الدوري هتبقى برضو صعبه، في 4 فرق قويين جدا اللي هو اهلي وزمالك وجيش وسموحه، خصوصا ان فرق معظمها استعانت ب2 محترفين مش واحد يعني، الزمالك استعان السنه دي ب2 محترفين ويعني كويس، فرقه كويسه جدا وهتنافس بقوه على الدوري. وكذلك الكاس، عندنا البطوله العربيه طبعا فيها انديه كتير بتيجي بمحترفين، غير بطوله افريقيا ان شاء الله هو لسه ما تحددش مكانها فين، ربنا، او البطوله العربيه هنا في مصر، فربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نحقق ال4 بطولات باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد انا بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك طبعا ومبارك لكل رجال الطايره في النادي الاهلي بعد تحقيق هذا الانجاز المميز، ونتمنى باذن الله الاستمراريه حتى لو ما قدرتوش تحققوا كم اكبر من انتصارات المتتاليه، فانتوا عملتوا انجاز في حد ذاته، والاهم كمان هو الفوز وحصد الالقاب باذن الله مع الفريق خلال موسم مليء بالبطولات المختلفه، 4 بطولات بيشاركوا فيها رجال كره